من ضمن الحاجات برضو اللي عايزين نقولها الـ Detail Component. لما هدوس على Detail Component هلاقي ان انا في عندي شوية Families او Components، حاجات جاهزة، شوية Details او Annotations مرسومة جاهزة. اقدر انا اعملها، يعني ده مثلا ده Full Ceiling، ده سقف ساقط، اقدر ارسمه. اقدر اختار برضو نوع تاني من الـ Components، السي مثلا ميتال ستاد 5 سنتي، ممكن اهو اخد كوبي واعمل هنا كأن في عندي هنا كلادنج، اعمل ديتيل لاين مثلا. ومن كومبوننت ممكن اعمل لود فاميلي، اختار من هنا ديتيل ايتمز ميسيلينيوس، واختار شكل معين من المسامير. عندي مسمار طبعا، كل اللي احنا بنعمله ده 2D، يعني انوتيشن، يعني ملوش وجود في الحقيقة، هو بس حاجة بنرسمها بس كده في السكشن. ولو انا حتى كبرت السكيل هيبدأ يظهر التفاصيل بتاعة الحاجة اللي انا بعملها دي. نقدر نرسم تفاصيل بقى 2D لأي حاجة احنا عايزين نعملها. طيب لو انا عندي ديتيل حاجة بتتكرر كده على مسافة معينة، ممكن بدل كومبوننت هستعمل repeating detail component، وهو هلاقي ان انا ممكن اعمل حاجة بتتكرر اهي. عندي مثلا مجموعة مداميك طوب فوق بعض، او عايز اعمل ال C channels دي اللي هي اسمها detail item metal C stud، ممكن من هنا سيلكت على ال repeating detail، ادوس edit type duplicate واعمل سي او channel، واختار هنا ال detail بدل ما هي brick اختار ال سي. سيرش عليها، ميتال سي ستاد اهي. اوكي هي دي. عايز اعدل المسافات، ادوس على edit type خلي المسافة 30 سنتي، وهلاقي ان الريبيتنج ديتيل دي بقى انا كل ما بطولها كل ما هلاقي الستادز دي بيزيد عددها بالشكل ده. برضو ممكن نستعمل ده في الكلادنج، في الكوروجيتد شيتس. لو انا برسم ارضية خشب مثلا، عندي مراين ودكم، او عندي اللي هي الرافترز والجويتس، او عندي علفات، كل الحاجات دي نقدر نعملها بديتيل ايتمز بالشكل ده. وبالتالي الديتيل ايتم والريبيتنج ديتيل من الحاجات المهمة اللي بنستعملها في إظهار التفاصيل بتاعة المشروع بتاعنا. وأي ديتيل موجودة هنا هي عبارة عن فاميلي، ممكن نسلكت عليها وندوس ادت فاميلي، ممكن حتى نغير في شكل البروفايل أو شكل الرسمة اللي موجودة هنا، وممكن أصلا حتى من فايل أعمل نيو فاميلي وأختار من هنا متريك ديتيل ايتم، وافتح نيو فاميلي وابدا ارسم انا شكل التفصيله اللي انا عايزها واعمل لها سيف
وابدا استعملها جوه المشروع بتاعي.